موجودين فيها قبل كده، واعتقد ان هو هيجذب اعضاء كتير للمنطقه دي لان في ناس كتير مستنيه المكان ده. انا شخصيا اتسالت من ناس كتير، فده هيبقى يعني زي ما تقول ايه، فلوس بتخش النادي فكر استثماري برضه. بالظبط كده، بالظبط كده. ايه اللي حابب تقوله لاعضاء النادي الاهلي النهارده؟ بقول لهم احنا وعدنا واوفينا. بشكر الاستاذ عماد وحيد والمستشار محمد يحيى لان هم اكتر اتنين تولوا هذا الملف الصراحه وجريوا بيه. ممكن اشكر وزير الاسكان كمان على التعاون الكبير اللي تعاونوا معاهم ومعانا، واتمنى ان الفرع يكون حاجه زي اهل الشيخ زايد كده، فخر لكل الاهلاويه ان شاء الله. ربنا يخليك يا امين.